الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع در من كلام السلف، والنهاردة كلمة جميلة لابن القيم. بيقول كلمة، بيقول: إذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله. إذا ثقل القلب بالأوزار منع السير، منع القلب من السير إلى الله، ومنع الجوارح من النهوض. لازم تتخيل، مش لازم تتخيل، لازم تبقى على يقين إن أي ذنب أنت تذنبه لابد أن تعاقب به، ولابد. من يعمل سوءا يجزى به، ومن يكسب خطيئة أو إثما فإنما يكسبه على نفسه. فالنهاردة الذنب اللي أنت بتذنبه في القلب ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة إيه سوداء. أنا بقولهم القلب، أنت مش متخيل، أنت متخيل القلب كده، القلب كله 300 جرام قد كده. فالذنب النكتة السوداء دي تفرق، النكتة السوداء دي تمنع القلب، تكبله، تقيده، فلا يتحرك إلى الله، تمنع القلب من الصبر. فنحن لا نسير إلى الله بأبداننا، ولكن نسير إلى الله بقلوبنا. فإذا كنت بتسير إلى الله بقلبك، والقلب في نقطة سودة، النقطة سودة دي بالضبط زي ما أنت عارف لما بيجوا النهر بيحط، لو حطوا صخرة في النص، الصخرة دي بيسموها جندل، الصخرة دي بتعوق المية في الحركة، فالمية تضطر تلف حواليها فتقطع مسافة أطول على ما توصل. فالنقطة السوداء دي صخرة في القلب تعوق تحرك القلب إلى الله، تحرك القلب إلى الله. عشان كده لما يجي واحد مننا يسأل يقول لك: أنا 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 أنا, أنا مش مستمتع بالصلاة. الإمام بيقرأ آيات مرعبة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بس انا مش سامع، وسمعت مش حاسس، لدرجة ان انا ممكن اقعد اخبط في قلبي اقول له: ما تفوق بقى، بس مش فايق. ليه؟ بيقول له ان القلب ليس امامه الا ثلاث احوال، ثلاث احوال: يا اما ميت، يا اما مريض، يا اما سليم. فاذا كنت مذنب فاستحالت سلامة القلب، فتنتقل من المرض الى الايه؟ إلى الموت. قالوا إن فم المريض دايما بيبقى مر، فلو ادينا له عسل هيلاقي العسل إيه؟ مر. فكذلك الطاعة مع حلاوتها تصير لها مرارة، ما أنتش قادر تستسيغها لأن أنت قلبك مريض. فلا يستسيغ طعم الطاعة إلا ذا القلب السليم. فمش هتقدر تستسيغ الطاعة لأن قلبك مليان ذنوب، نكتة في نكتة في نكتة. أنت عرفت هو ابن الصم بدأ يعد أيام عمره، فلقاه 21200 يوم، فقال لك: لو أذنبت كل يوم ذنب يبقى 21200 ذنب. معنى كده أن أنا هقابل ربنا ب 21200 ذنب، فصرخ صرخة فمات. هو قال لك إيه؟ قال لك: لأ، ومش كل يوم ذنب، واحد ألف الذنوب. فإحنا النهاردة كل يوم بنذنب كده، بنفطر بنسلك سنانا ب 30-40 ذنب، فكيف يكون قلبك؟ يبقى معنى كده ان الاوزار لما تثقل على الظهر تمنع القلب من السير، تمنع الجوارح من الحركه. حضرتك تفاجئ انك انت بتذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فجاه تلاقي نفسك ساكت، تقعد نص ساعه: قال ده انا كنت بقول استغفر، ايه اللي سكتني؟ حضرتك تمسك المصحف. كنت بقولهم من الحاجات العجيبه اللي بتقابلنا، وخصوصا في شهر رمضان، ان كتير مننا يجي يمسك المصحف ويقرا، اول ما يمسك المصحف لازم ينام. ليه؟ لان ذنوبك مليانه، ظهرك مليان ذنوب، فتمنع القلب من السير، وتمنع الجوارح من النهوض. فالعين دي لازم تنام. انت إيه حضرتك قومت وقمت تتمشى، تفاجئ ان عينك عماله تحمر وعماله تدمع وعماله وعماله. ليه؟ لان الجوارح ما بتتحركش، عشان انت مكبل بالذنوب. عشان كده المهم في الاول قبل ما تعمل اي حاجه انك تتوب توبه نصوح، تطهر المحل، وبعدين تبدا تدخل اللي هي بيسموها التخليه قبل التحليه. يبقى الظهر اذا ثقل بالاوزار يمنع سير القلب الى الله، ويمنع ويعوق الجوارح من النهوض، فتوب الى الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين.